النتائج الكارثيه اللي راه في الدعم والتحرير الكلي لاثمنه المحروقات انا كتل القدره الشرائيه للمواطنين، وهو القرار الارعن والمتهور وعديم الجدوى الذي اتخذته حكومه بن كيران سنه 2016 واسمته اصلاحا كاول قرار لتفكيك صندوق المقاصه في الوقت الذي استغل من طرف كبار المستوردين لتوسيع هامش ارباحهم، وهو ما اكده تقرير مجلس المنافسه بان القرار كان استعجاليا دون استحضار العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه والانعكاسات السلبيه على المدى المتوسط. ان دعم القدره الشرائيه للمواطنين خيار سياسي لضمان الاستقرار الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل هذه الظرفيه الاستثنائيه رغم تكلفته الماليه. صحيح انكم سيد الوزير منخرطون في مقاربه تدعم بعض القطاعات، حنا معكم، ولكن ما بغيناكم تدعموا المواطن العادي اللي تيخلص اليوم ثمن البنزين ب 18 درهم اللتر الواحد. لقد اصبح من المفروض على الحكومه تصحيح وضع اقتصادي واستهلاكي كان غير سليم، كرس منطق الريع، فالمستفيد الاكبر من المقاصه هم كبار الملاكين والاقطاعيين والاثرياء المحترفين للتهريب الضريبي، والمستفيدين من جميع الامتيازات التي تمنحها الدوله من اعفاءات وتخفيضات ضريبيه ودعم مباشر وغير مباشر. واكبر مثال هو اللي اعطى الاخ على غاز البوطان استعماله في الفلاحه. كل هذا على حساب الاجراء المساهمين في تمويل صندوق المقاصه عبر الاقتطاع الضريبي المباشر من الاجر. اليوم اصبح الاجراء والفقراء والمحسوبين على الطبقه المتوسطه يدفعون ثمن هذا التوزيع الغير العادل. لذلك بات لزاما على الحكومه مراجعه هذا الوضع وجعله دعما اكثر انصافا لجميع الشرائح الاجتماعيه المحتاجه. لقد ابانت بالملموس هذه الظرفيه العالميه وما كان لها من تاثيرات سلبيه على الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. صحه تحاليل الاتحاد المغربي للشغل متضمنه في مذكراته بضروره اعتماد شفافيه تدبير الصندوق المخصص في اطار اصلاح شمولي ومندمج لنظام المقاصه ياخذ بعين الاعتبار الاولويات الجديده للدوله الاجتماعيه، وذلك اولا بالتعجيل باصلاح شمولي لمنظومه الجبايات بالتخفيف من العبء الضريبي على الاجراء الحلقه الاضعف والحد من التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي بناء على مخرجات المناظره الوطنيه. شكرا.